تركيا تطور نسخة بحرية من مقاتلتها الشبحية من الجيل الخامس كان للعمل على متن حاملة الطائرات التي تصنع الآن بأيد تركية. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو بلس. تمضي تركيا الآن في مسار طموح في مجال الطيران البحري من خلال خطط تطوير نسخة من مقاتلتها الشبحية كان التي تصنف ضمن مقاتلات الجيل الخامس القادرة على العمل على متن حاملة الطائرات المحلية ميغوم التي لا تزال قيد الإنشاء. وبهذا تستعرض تركيا عضلاتها في مجال التكنولوجيا العسكرية المتقدمة لتجسيد نظرية الوطن الأزرق على أرض الواقع. وبناء عليه، ما هي أهم الخصائص التكنولوجية للمقاتلة التركية الشبحية كان التي يقولون أنها منافسة لطائرة F-35؟ ولماذا تقوم تركيا بتطوير نسخة بحرية من مقاتلتها الشبحية؟ ولماذا يعتبر بدء تصنيع حاملة الطائرات التركية هو البداية الحقيقية لتجسيد النظرية التركية المسماة بالوطن الأزرق؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلس. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عدد المعجبين بهذا النوع من المحتوى. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث أكد مدير مكتب تصميم السفن الحربية DPO الأهمية الاستراتيجية لمبادرة تركيا لحاملة الطائرات، مشيرا إلى أنه بمجرد اكتمال المشروع ستنضم البلاد إلى مجموعة النخبة المكونة من 8 دول فقط حول العالم تمتلك حاملات طائرات عاملة. ويتم تطوير حاملة الطائرات ميغوم التركية لاستيعاب مجموعة من المنصات الجوية المنتجة محليا أيضا بأيد تركية، مما يعزز بشكل كبير قدرات تركيا على فرض قوتها في البحر. ووفقا لأوتشار، فقد بدأت بالفعل دراسات الجدوى لتكييف مقاتلة كان للعمل على حاملة الطائرات التركية، مما يتيح لها الإقلاع والهبوط على سطح سفينة ميغو. وقال أوتشار، إذا تم تطوير نسخة بحرية من كان فإننا نعمل عن كثب مع شركة الصناعات الجوية التركية تاي لضمان التوافق الكامل لعملية الإقلاع والهبوط على حاملة الطائرات المحلية. وتعد مقاتلة كان حجر الزاوية في استراتيجية تركيا للقوة الجوية من الجيل القادم، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في سلاح الجو التركي بحلول عام 2028، مع التخطيط لنشر أكثر من 100 وحدة بحلول عام 2032. ويقود هذا البرنامج شركة الصناعات الجوية التركية تاي، وهي المقاول الرئيسي في مجال الطيران والدفاع في تركيا. وأكد أوتشار أيضا أنه بالإضافة إلى النسخة البحرية من مقاتلة كان، ستكون حاملة الطائرات التركية ميغوم قادرة على تشغيل مجموعة متنوعة من المنصات الجوية المأهولة وغير المأهولة، بما في ذلك الطائرات القتالية غير المأهولة مثل كازال ألما التي تحدثنا عنها في الحلقة الفارطة، وبيرقدار توبي 3 من شركة بايكار، والمقاتلة الخفيفة حورجيت من شركة تاي التركية، والطائرة القتالية الشبحية غير المأهولة أنكا 3 أو العنقاء 3. وأضاف، ستكون طائراتنا المنتجة محليا بما في ذلك كازال إلما وبيركدار توبي 3 وبيركدار 2 بالإضافة إلى هورجيت وعنقاء 3 من أتاي، قادرة تماما على الإقلاع والهبوط من على متن حاملة الطائرات التركية الجديدة. وللعلم، أطلقت تركيا رسميا بناء أول حاملة طائرات محلية المسماة ميغوم في أوائل يناير 2025، مما يمثل خطوة كبيرة في برنامجها طويل الأمد لتحديث القوات البحرية الخاصة بها.
وأقيمت مراسيم قطع الفولاذ في حوض بناء السفن في إسطنبول، مما يعكس التزام البلاد بتطوير قوتها البحرية التي ستكون مستقلة ومبنية بجهود محلية. وبمجرد اكتمال ستكون ميغيم أكبر سفينة حربية في تاريخ تركيا، حيث ستبلغ إزاحتها الكاملة 60,000 طن، أي أكثر من ضعف حجم السفينة تي سي جي أنادولو التي تعد حاليا أكبر سفينة بحرية في البلاد بوزن يصل إلى 28,000 طن وبطول 230 متر. وعلى عكس السفينة تي سي جي أنادولو التي تم تصميمها خصيصا كحاملة طائرات مسيرات، ستعمل ميغيم كحاملة طائرات متكاملة قادرة على نشر الطائرات القتالية المأهولة وغير المأهولة. وفي فبراير 2023 صرح مكتب مشروع التصاميم البحري دي بي او أن بناء الحاملة سيتم بالكامل بواسطة مهندسين أتراك وخبرات محلية دون الاعتماد على أي مساعدات تقنية أجنبية، وهذا في حد ذاته إنجاز. وستبلغ أبعاد حاملة الطائرات ميغيم نحو 285 متراً من حيث الطول و72 متراً من حيث العرض، مع إزاحة كاملة تصل إلى 60,000 طن كما سبق وذكرنا، مما يضعها ضمن فئات حاملة الطائرات المتوسطة المماثلة لحاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth والبرانس أوف ويلز التابعين للبحرية الملكية البريطانية. وتم تصميم ميغيم لاستعراض القوة العسكرية إلى ما وراء الحدود البحرية المباشرة لتركيا فيما يعرف بالبحر الأزرق، والتي سأشرحها فيما بعد، حيث ستكون قادرة على بلوغ سرعة 25 عقدة مع مدى عمليات يصل إلى 10,000 ميل بحري عند الإبحار بسرعة 14 عقدة. ولتحقيق هذا المستوى من الأداء سيتم تشغيل السفينة بواسطة 4 توربينات غازية من طراز جنرال إلكتريك 2500 مدعومة بمروحيتين قابلتين للتعديل لتعزيز القدرة على المناورة في مختلف الظروف البحرية. وسيضم سطح الطيران الخاص بالحاملة 3 مدارج مخصصة، منها مدرجان للهبوط ومدرج واحد للإقلاع، بينما تضمنت التصاميم الأولية نظام منحدر معياري اختارت البحرية التركية بدلاً من ذلك نظام كهرومغناطيسي متقدم لإطلاق الطائرات MLS، والذي يجري تطويره حالياً بواسطة مهندسين أتراك. ومن المتوقع أن يستوعب الجناح الجوي لحاملة الطائرات ميغيم ما يصل إلى 50 طائرة موزعة على النحو التالي: 20 طائرة قتالية متمركزة على سطح السفينة، و30 طائرة إضافية داخل حظيرة الطائرات داخل الحاملة. وسيشمل هذا الأسطول مزيجا من المقاتلات المأهولة والطائرات المسيرة والمروحيات سواء لأغراض الهجومية أو النقل والدعم. كما سيتم تشغيل الحاملة بطاقم يضم حوالي 800 فرد بمجرد دخولها الخدمة التشغيلية الكاملة. ولضمان بقائها في بيئات القتال الحديثة سيتم تسليح ميغيم بشكل مكثف بمجموعة من أنظمة الدفاع الصاروخي والحماية القريبة المتقدمة، والتي تشمل نظام إطلاق عمودي ميدلاس VLC بقدرة 32 خلية للدفاع الصاروخي و4 أنظمة لمواجهة التهديدات الجوية والصاروخية قصيرة المدى و7 أنظمة أسلسان ستوب عيار 35 ملم التي يتم التحكم فيها عن بعد RCWS لمواجهة التهديدات غير المتكافئة مثل الطائرات الانتحارية المسيرة والقوارب غير المأهولة المحملة بالمتفجرات، إضافة إلى أسراب محلية من الغواصات والفرقاطات والمدمرات والبوارج وكاسحات الألغام التي ستسير بجانب حاملة الطائرات التركية لحمايتها من كل الاتجاهات. بالتالي يمثل مشروع ميغيم لحظة محورية في استراتيجية التوسع البحرية لتركيا، حيث يضع البلاد في موقع قوة بحرية بارزة بقدرات متقدمة لإسقاط القوة على المدى البعيد من خلال دمج مقاتلات الجيل الخامس القابلة للتشغيل من على حاملات الطائرات
والطائرات القتالية المسيرة ونظام دفاع بحري متطور تؤكد تركيا طموحها في أن تصبح لاعباً رئيسياً في الأمن الإقليمي والدولي. ومع بدء أعمال البناء والتقدم في خطط تطوير النسخة البحرية من مقاتلة كان، يتوقع أن تكون ميغيم عامل تغير جذري في صناعة الدفاع التركية، مما يعزز مكانتها كقوة عسكرية صاعدة على الساحة العالمية، خاصة وأن المقاتلة التركية من الجيل الخامس كان هي مشروع طموح من شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية تاي، حيث تهدف هذه المقاتلة إلى تزويد تركيا بمقاتلات شبحية متطورة تنافسية تنافس نظرائها من الجيل الخامس مثل F-35 الأمريكية و-57 الروسية، لتكون بذلك تركيا الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمكنت من تصنيع مقاتلات الجيل الخامس بجهود محلية، وهي أحد 8 دول في العالم التي نجحت في إنتاج مقاتلاتها من الجيل الخامس بجهود محلية. وتم تصميم هذه الطائرة بتقنيات تقلل من بصمتها الرادارية والحرارية، مما يجعلها صعبة الاكتشاف، حيث تحتوي على رادار EESA المتقدم الذي يوفر قدرات عالية في الكشف والتتبع، ويتميز بسرعة استجابته ودقته. كما تم تجهيز الطائرة بقدرة حمل أسلحة داخل بدنها، مما يدعم قدرتها الشبحية ويحسن الأداء الإيروديناميكي لها. وتعتمد هذه المقاتلة على محرك محلي الصنع من إنتاج الشركة التركية TEE، وبهذا تم تعزيز الاستقلالية العسكرية لتركيا، وتم الدخول إلى سوق الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس من أوسع أبواب الصناعة، والمنافسة مع دول مثل أمريكا وروسيا والصين، أي وضعنا تركيا مع الكبار. كما لا ننسى أنها توفر بديلاً محلياً للطائرات الغربية مثل طائرات F-35، ويمكن من خلالها دعم عدة جيوش تركية في آسيا الوسطى أو حتى عربية مثل السعودية. فلقد أعلنت وكالة بلومبرغ أن هنالك أخبار عن صفقة قريبة مع السعودية تبلغ أكثر من 50 طائرة لدعم سلاح الجو السعودي. كما تعزز التعاون الاستراتيجي بين تركيا وباكستان في قطاع الدفاع، مع إعلان تأسيس مصنع مشترك لإنتاج طائرات كان الشبحية، وهذه نقطة استراتيجية أخرى. ويعتبر إطلاق هذا المصنع المشترك له تأثير استراتيجي على كلا البلدين، فمن ناحية ستتمكن تركيا من زيادة إنتاج الطائرات المقاتلة بتكلفة منخفضة، وهي ميزة كبيرة لسياساتها الدفاعية والتصديرية، ومن ناحية أخرى ستتمكن باكستان من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز بشكل كبير قدراتها الجوية، بينما يحفز صناعاتها الدفاعية المحلية. كما أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن اهتمامها بالمقاتلة التركية كان، وهي الآن تدرس مشروعا مشتركا لتطوير منصة جوية مع شركة الدفاع التركية، وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية التركية تاي محمد ديمير أوغلو خلال معرض الدفاع إيدكس 2025 المقام في أبوظبي بالإمارات العربية. ومن المتوقع أن يكون النموذج الثاني من كان جاهزا بحلول أواخر عام 2025، على أن يكون النموذج الثالث جاهزا في أوائل عام 2026، بينما من المقرر بدء عمليات الإنتاج التسلسلي الأولية في عام 2028. وكل هذا التقدم التكنولوجي العسكري التركي يراه العديد من المحللين يصب في فلسفة تركيا التي يسميها الأتراك مافي فاتان، أي الوطن الأزرق، نسبة إلى زرقة مياه البحر، ولتمييزها عن الوطن الترابي الذي تتشكل منه الجمهورية التركية، حيث تسعى تركيا عبر خطة الوطن الأزرق للتوسع في المياه البحرية المحيطة بها، التي يقصد بها المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والمياه الأقليمية المحيطة بتركيا، التي تتيح حرية استخدام جميع الموارد البحرية الموجودة فيها. وتعادل مساحة الوطن الأزرق تقريبا نصف المساحة البرية لتركيا، أي تقريبا نصف مليون كيلومتر.
وتنص نظرية الوطن الأزرق حسب الأدميرال التركي المتقاعد جيمي جوردينيز الذي ابتكر النظرية على بسط السيادة التركية على مساحات شاسعة من شرق البحر المتوسط وبحر إيجا والبحر الأسود. وهذه النظرية لا تزال مسيطرة على العقيدة البحرية التركية، ويرى جوردينيز أن البحرية التركية هي الأولى في شرق المتوسط، لذلك على تركيا أن تكون أكثر طموحاً، لأن البحر المتوسط لا يشكل سوى 1% من المحيطات والبحار في العالم. لذلك حسب هذه الفلسفة يجب أن تذهب تركيا أبعد من هذه النسبة، وينبغي أن يكون لتركيا حضور في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الأطلسي كرمز للنفوذ المتزايد. وما بناء حاملة الطائرات التركية الأخيرة دليل على رغبة في جعل هذه النظرية أمرا واقع في السنوات القادمة. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة، وفي النهاية أريد أن أطرح عليكم سؤال هذه الحلقة، فهل تعتقدون أن تركيا قادرة على تنفيذ فلسفة الوطن الأزرق على أرض الواقع؟ أم أنها فقط مجرد فلسفة ولن تكون تركيا قادرة لا على المدى القريب أو المتوسط أو حتى البعيد من تطبيقها في أرض الواقع؟ أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فضغطوا على زر الإعجاب وشاركوا حلقاتنا مع أصدقائكم، فهذا يدعمنا. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو، أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.